يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل أستعيد وأبسمل إذا بدأت من وسط السورة علما بأنني أبدأ من موضوع جديد في السورة؟ الله جل وعلا قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فتبدأ بالاستعاذة كما أمر الله جل وعلا. وأما البسملة فإن كان هذا في أول سورة فإنك تأتي بالبسملة في أول السورة، لأن الله أنزل بسم الله الرحمن الرحيم للفصل بين كل سورتين سوى براءة والأنفال، فتأتي بالبسملة في أول السورة. أما الاستعاذة تأتي بها في أول السورة وفي أثناء السورة عندما تريد القراءة. نعم.